درسنا النهارده بعنوان ظرف الزمان وظرف المكان. هنتعرف على الكلمات اللي بتدل على المكان والكلمات اللي بتدل على الوقت او الزمان. كل ده اكتر هنتعرف عليه في درسنا النهارده، ظرف الزمان وظرف المكان. يلا بينا نتعرف على ظرف الزمان وظرف المكان. اولا نبدا بظرف الزمان. ايه هو ظرف الزمان؟ اولا بيقول ان ظرف الزمان هو اسم يدل على زمان حدوث الفعل. يعني ايه؟ اولا اول حاجه قالها هو اسم، معنى كده ان ظرف الزمان ما بيجيش فعل ولا حرف، الكلمه بتيجي اسم. طب الكلمه اللي جايه اسم ديت بتدل على ايه؟ الكلمه اللي جايه اسم دي بتدل على زمن، بتدل على وقت معين. طيب بتقول لي الفعل اللي حصل ده حصل امتى؟ تمام. طيب وبسأل عنه بكلمة ايه؟ متى. يعني ايه بسأل عنه بكلمة متى؟ يعني انا لو عايز اطلع ظرف الزمان اطلعه ازاي؟ اسألي بمتى. ازاي؟ لما اقول مثلا ذهبت الى المدرسة في السابعة، في السابعة صباحا مثلا. طيب اسأل بمتى، متى ذهبت الى المدرسة؟ يبقى في السابعة. طيب يبقى اذا كلمة السابعة دي اولا هي اسم، لا هي فعل ولا هي حرف، يبقى جت اسم. تمام، جميل جدا. وبتدل على زمن حدوث الفعل، بتدل ان انا رحت المدرسة امتى؟ الساعة 7، يبقى دلت لي على وقت. هو ده ظرف الايه؟ الزمان. طيب ايه هي كلمات ظرف الزمان؟ كلمات ظرف الزمان هنشوفها مع بعض. عندي كلمات معينة هناخدها. ايه هي؟ عندي كلمات زي غدا وشهرا وعاما وامس وخلال ويوم وأسبوع وساعة وكلمة قبل وكلمة بعد. أنا عندي كل الكلمات دي بتدل على الإيه؟ الوقت. طب قولي لي كده، هي كلمة قبل وكلمة بعد بتدل على الزمن إزاي؟ لما أقول مثلا ذهبت إلى الرحلة قبل أصدقائي أو بعد أصدقائي، يبقى هنا دلت لي على وقت معين. طيب عندي كلمات تانية زي إيه؟ زي كلمة صباحا وكلمة ظهرا، كل الكلمات ديت بتدل على زمن. وعندي كلمات زي مساء وليلا. أوكي؟ طيب وعندي كلمات برضو زي صيفا وشتاء، كل ده بيدل على زمن. طيب تمام، احنا كده تعرفنا على ظرف الزمان. طيب يلا ناخد عدة امثلة. اولا لما اقول اتناول افطاري صباحا، فين هنا الكلمة اللي دلت على الزمن؟ اتناول افطاري صباحا، يبقى كلمة صباحا. واسأل كده متى اتناول افطاري؟ تكون الإجابة صباحا، يبقى إذن كلمة صباحا دي هي ظرف الزمان، هي الكلمة اللي دلت على زمن. طيب المثال الثاني معايا، لما أقول أنام في سريري ليلا، فين الكلمة اللي دلت على الزمن؟ كلمة ليلا. لما أسأل كده أقول متى أنام في سريري؟ تكون الإجابة إيه؟ تكون ليلا، يبقى إذن كلمة ليلا هي ظرف الزمان وهي الكلمة اللي دلت على الزمن. لما أقول أتناول غدائي عصرا، فين الكلمة اللي دلت على الزمن؟ كلمة عصرا. لما أقول أستيقظ من نومي صباحا، فين الكلمة اللي دلت على الزمن؟ هي كلمة إيه؟ هي كلمة صباحا. يبقى كده احنا تعرفنا على ظرف الزمان مع بعض. طيب نيجي ندخل بقى على ظرف المكان. ظرف المكان من اسمه كده كلمة بتدل على مكان الفعل. تمام، تعال نشوف كده مع بعض. بيقول إن ظرف المكان هو اسم يدل على مكان حدوث الفعل، يبقى هو اسم مش فعل ولا حرف. تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة بيدل على مكان حدوث الفعل، الفعل بتاعي حصل فين؟ طيب بسأل عنه بكلمة ايه؟ بسأل عنه بكلمة أين. طيب تمام، تعالوا نشوف كلمات ظرف المكان مع بعض. عندي كلمة مثلا شرق وكلمة غرب، يبقى الشمس تشرق منين؟ نقول من الشرق، يبقى ده مكان شروقها. طيب بتغرب منين؟ بتغرب من الغرب، يبقى ده مكان غروبها. طب أسأل بإيه؟ أسأل بأين. طيب عندي كلمات تانية زي ايه؟ عندي كلمات تانية زي فوق، لما نقول مثلا تجلس القطة فوق الكرسي، يبقى هنا القطة بتجلس فين؟ فوق، يبقى فين الكلمة اللي دلت على مكان القطة؟ فوق. وبسأل برضو بقول ايه؟ بقول أين تجلس القطة؟ فتكون الإجابة عندي فوق، فوق الايه؟ الكرسي، يبقى أنا عندي كلمة فوق. طيب وكذلك عندي كلمة أمام، لما أقول مثلا أين القطة؟ فنقول القطة أمام الكرسي. اما اقول هنا مثلا اين القطه، يبقى القطه ايه؟ خلف الايه؟ خلف الكرسي. طيب وهنا القطه فين؟ اسفل الكرسي. وهنا القطه داخل. اذا كل الكلمات دي بتدل على مكان الايه؟ الشيء او مكان حدوث الفعل ايه؟ بتاعي. تمام. طيب عندي كلمات تانية زي ايه؟ زي كلمه جوار،
وعندي كلمة نحو وكلمة بين وكلمة يمين وشمال وكلمة وسط وكلمة تجاه وحول وعند. كل الكلمات دي لما تيجي تبين لي مكان الفعل فهي ظرف إيه؟ فهي ظرف مكان. ناخد أمثلة طيبة على ظرف المكان. هنا أول مثال عندي الحقيبة. يا ترى الحقيبة هنا تحت ولا فوق الطاولة؟ هنا الحقيبة تحت الطاولة، يبقى إذن الحقيبة تحت الطاولة، يبقى كلمة تحت هنا ظرف مكان. واسأل كده أين الحقيبة؟ فتكون الإجابة تحت الطاولة. طيب نقول طيب الكتاب، الكتاب هنا فين؟ الكتاب فوق الطاولة، يبقى أنا عندي كلمة فوق، كلمة فوق ظرف إيه؟ ظرف مكان، ودلت لي على مكان الشيء. تمام، أقول مثلا أين الكتاب؟ يبقى نقول الإجابة تكون فوق الطاولة. طيب المثال اللي بعده، هنا الكلب موجود فين؟ هنا الكلب موجود تحت الشجرة. تمام، طيب والكلب برضو موجود فين هنا؟ موجود فوق الأرض، يبقى كلمة تحت وكلمة فوق برضو هنا جات إيه؟ ظرف مكان. طيب المثال اللي بعده الطائرة. الطائرة هنا يا ترى فوق السحاب ولا تحت السحاب؟ فوق السحاب. طيب وهنا السحاب يا ترى تحت الطائرة ولا فوق الطائرة؟ تحت الطائرة. تمام، هنا السمكة يا ترى هي داخل الحوض ولا خارج الحوض؟ السمكة هنا خارج الحوض، يبقى كلمة خارج ضلت على مكان السمكة، يبقى إذن تكون ظرف إيه؟ ظرف مكان. أو أسأل أقول أين السمكة؟ فنقول خارج الحوض، يبقى إذن ده ظرف إيه؟ ظرف مكان. طب والماء يا ترى خارج الحوض ولا داخل الحوض؟ لا الماء داخل الحوض. لما أسأل كده أقول أين الماء؟ فكون الإجابة داخل الحوض، يبقى إذن ده إيه؟ ظرف مكان. احنا تعرفنا كده على ظرف الزمان وظرف المكان، لكن في ملاحظه مهمه جدا وهي ان حروف الجر ساعات بتيجي بمعنى ظرف المكان. ازاي؟ عندي مثلا حرف الجر كده، حرف الجر كده ممكن يجي بمعنى ظرفين، ايه هما؟ ممكن يجي بمعنى نحو او تجاه. ازاي؟ لما اقول مثلا صوب الصياد بنوفيته الى الغزاله، يعني الصياد وجه بنوفيه بتاعته كده الى الغزاله، يبقى اذا بمعنى ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول صوب الصياد بنوفيته نحو الغزاله تمشي؟ تمشي. ممكن اقول صوب الصياد بنوفيته اتجاه الغزاله تمشي. يبقى اذا حرف الجر الى هنا جه بمعنى نحو او تجاه. طيب ده حرف عندي هو حرف الباء. الباء ممكن يجي بمعنى ايه؟ ممكن يجي بمعنى داخل او خلف. ازاي؟ ممكن اقول مثلا من بالباب، قصدي ايه من بالباب؟ يعني من وراء الباب. من وراء الباب دي بمعنى ايه؟ بمعنى خلف، يبقى مين خلف الباب؟ طيب تمام، لما اقول مثلا انتظرت ابي بالسياره، يبقى اذا الباء هنا جاي بمعنى ايه؟ وانا بالسياره، يبقى معنى كده ان انا انتظرته فين؟ داخل السياره. يبقى اذا حرف الجر الباء هنا جه بمعنى داخل او بمعنى خلف. تمام، ثالث حرف عندي هو حرف جر في. حرف جر في ممكن يجي بمعنى ثلاث حاجات من ظرف المكان، ايه هما؟ ممكن يجي بمعنى داخل، او يجي بمعنى تحت، او يجي بمعنى بين. ازاي؟ تعالوا نشوف. لما اقول مثلا جلس الفلاح في ظل الشجره، معنى كده ايه؟ لما اقول جلس الفلاح في ظل الشجره، يعني هو دخل في الظل؟ لا، هو معنى كده ان هو جلس تحت ظل ايه؟ الشجره. يبقى اذا حرف الجر في هنا جه بمعنى ايه؟ جه بمعنى كلمه تحت. لما اقول مثلا مثال تاني، لما اقول يسير الاطباء في الناس بالقطعيات، معنى كده ايه؟ معنى كده ان الناس الاطباء دول ماشيين في الناس؟ لا، معنى كده ان هم ماشيين بين الناس بالايه؟ بالقطعيات. اللي بقى كلمه في هنا جت بمعنى بين. طيب اخر مثال عندي، لما اقول مثلا مقطع الدبابيس في الدباسه، معنى كده ان انا بحطها فين؟ داخل الدباسه. يبقى اذا حرف الجر دي هنا بيجي بمعنى ثلاث حاجات من ظرف المكان، وهي كلمه داخل او تحت او بين. اخر حاجه عندي هي كلمه على. كلمه على ممكن تيجي بمعنى ايه؟ ممكن تيجي بمعنى فوق، ممكن تيجي بمعنى اعلى، ممكن تيجي بمعنى جوار، وممكن تيجي بمعنى امام. ناخد امثله ونشوف. لما اقول وقف الصقر على الجبل، معنى كده ان هو واقف فين؟ اعلى الجبل، صح كده؟ لما اقول هنا وقف الصقر اعلى الجبل، مشيت ولا مشيت؟ مشيت. معنى كده على دي ان هو اعلى الجبل فوق، يبقى اذا هنا كلمه على هنا جت بمعنى اعلى. لما اقول يتزحلق البطريق على الجبل، معنى كده ان هو على الجليد، يعني ايه؟ يعني فوقيه. يبقى اذا كلمه على هنا جت بمعنى ايه؟ جت بمعنى فوق. طيب اذا على هنا جت بمعنى فوق. لما اقول وقف القطار على الرصيف، معنى كده ان القطار وقف على الرصيف بتاع الشارع؟ لا، معنى كده ان هو واقف جنب الرصيف
امام الرصيف هكذا. يبقى اذا كلمه على هنا ممكن تيجي بمعنى امام او جوار، تمام. يبقى اذا حروف الجر بمعنى ظرف المكان زي ما شفنا كده، ان هنا ممكن تيجي بمعنى نحو او طلاب، والباء ممكن تيجي بمعنى داخل او خلف، وفي ممكن تيجي بمعنى داخل او تحت او بين، وعلى ممكن تيجي بمعنى فوق او اعلى او جوار او اجل، تمام. كده كل التانيين بنفسهم يعني.